ايضا نروح للقاءات لاعبي الجونه والجهاز الفني، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن شريف عبد الفضيل. والله الحمد لله على النتيجه، يعني نعم هي مش مرضيه لينا اصلا يعني، بس احنا بنشتغل كويس وبنجتهد مع انا وكابتن محمود والقطاع عموما يعني، وكابتن محمد وكابتن محمود نظمي، بنشتغل بشكل كويس وحاطين تارجت ان احنا نعمل حاجه كويسه السنه دي، ماشيين كويس مع فرقتهم، فبنحاول ان احنا نعمل يعني نعمل اللي هو زي نظام بوكتيل من اللعيبه الكويسه، نعمل بوم تيم كويس نقدر نحقق بيه حاجه كويسه السنه دي عكس اي سنه تانية. مثلا احنا كنا بنحاول نبقى نظهر بشكل كويس، نكون موجودين بشكل كويس في الاول، لكن دلوقتي لا، احنا عندنا هدف ان احنا نبقى كويسين، فعشان كده بناخد معظم اللعيبه من الاعمار حتى لو كانت صغيره عننا، بس هي افضل ناس تقدر تادي بنفس القوه ونفس الروح ونفس الاداء، بنصعدها ونلعبها معانا، ما عندناش اي مشكله في الكلام ده كله يعني. احنا حاولنا بس ما كانش في نصيب، الحمد لله برضو باللعب النادي الاهلي الحمد لله على كل شيء. هو قال لنا انزل العب عادي، اعمل اللي انت عايزه، فاهم اللي هو العب براحتك، كده كده انت بتلعب النادي الاهلي وكل الناس بتتفرج عليك، مفيش اي مشاكل اللي انت عايزه اعمله كده. فاحنا الحمد لله لعبنا بس مفيش نصيب في المكسب الحمد لله. احنا كنا بنتكلم لو حد خايف عادي يعني، الماتش عادي ما فيش مشكله، انت بتلعب النادي الاهلي هو ماتش يعني ممكن يخوف شويه، بس المفروض ان انت تفك نفسك وتلعب براحتك. الحمد لله قدرنا نوصل وكان لينا كذا كوره بس ما فيش نصيب في المكسب الحمد لله. كناش موفقين النهارده، ودي كوره يعني، يوم ليك ويوم عليك. اتكلم معانا طبعا ان مفيش وقت، هو الدوري مش طويل، الدوري هم 9 ماتشات بياخدوا اول 3 بيتاهلوا، فعايزين نتاهل منهم عشان نتفادى بقى حته الهبوط دي بعد كده. طبعا نزل لنا عناصر من الدرجه الاولى ومن 99 من الفرق الاكبر عشان تدعمنا، بس طبعا ما كانش في انسجام عشان ما لحقوش يتمرنوا مع بعض والكلام ده، فالحمد لله يعني. النادي الاهلي كله اللعيبه كلها اصحابنا وحبايبنا يعني، وعادي يعني زي اي ماتش يعني، جايين نلعب النادي الاهلي طبعا نادي كبير، بس الملعب ما فيهوش كبير وصغير يعني، كله بينافس على الثلاث نقط يعني.